تنقل بعض المعلومات عن دوي سفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية جديدة. أتأكد معك رفاه حول هذه المسألة، ونعود أيضا إلى مسألة القبة الحديدية والجدل اليوم حول عدم قدرة القبة الحديدية وفشلها في التصدي لبعض الرشقات باتجاه كريات شمونة. صحيح سارة، الآن ونحن على الهواء دوت سفارات الإنذار في كل من المطلة وسعسع في شمال إسرائيل. هذه يعني آخر الرشقات الصاروخية التي شهدناها. طبعا تحدثت عن الرشقات الصاروخية في شمال إسرائيل اليوم، كانت بشكل كبير وغير مسبوق. يعني نتحدث عن ما يقارب 90 صاروخ في نحو 8 دقائق، خلال 8 دقائق كانت هناك رشقات متتالية على شمال إسرائيل. أيضا طالت المطلة، طالت حيفا، جنوب حيفا وبعض المستوطنات الأخرى مثل شلومي وغيرها من المناطق. هذه أيضا كريات شمون اليوم كانت لها الحصة الأكبر بالصواريخ، وأدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين عندما سقطت بعض الصواريخ على بعض المنازل وأدت إلى حريق في هذه المنازل. هناك أيضا بعض أكثر من دعنا نقول 8 منازل تعرضت للحرائق بسبب هذه الصواريخ. هناك الحديث عن إصابات أيضا. حيفا أيضا نفس الشيء، طالتها الرشقات الصاروخية أيضا منذ الصباح الباكر، وحيفا هي ليست يعني المرة الأولى. يوم أمس يعني كانت هناك أكثر من 100 صاروخ، اليوم كان ما يقارب أكثر من 40 صاروخ أيضا. القبة الحديدية بالفعل سارة مثل ما ذكرتي يعني حاولت اعتراض، وأيضا حتى الدفاعات الجوية حاولت اعتراض عدد كبير من هذه الصواريخ، لكن الرشقات الصاروخية المستمرة والعدد الكبير من الصواريخ التي القادمة من جنوب لبنان وتحديدا من حزب الله، فهي يعني لا تستطيع القبة الحديدية اعتراض كل هذه الصواريخ. سارة دعيني